طاب توقيتكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع الموقع بوست: عيد فطر ثالث في ظل الحرب، يمنيون يأملون السلام واستعادة الدولة. من موقع تابع للجيش الوطني: يتحدث عن يومان من الحرب لتحرير منطقة واحدة في صرواح مأرب. من موقع عدن الغد: دمار تنتج أول فيديو كليب عيدي في تاريخها. من موقع القدس: فيروز في أول ظهور لها بعد غياب طويل. أهلا بكم. في تقريره عن العيد أو عيد الفطر المبارك، يعنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية: عيد فطر ثالث في ظل الحرب، يمنيون يأملون السلام واستعادة الدولة. وأقلت التفاصيل: يحل عيد الفطر المبارك هذا العام، واليمنيون يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة بسبب الحرب التي تعيشها اليمن منذ أكثر من عامين. ويضيف الموقع: يتشبث اليمنيون مع استمرار تدهور الأوضاع المختلفة بحلم السلام واستعادة الدولة التي هي أملهم بالخلاص من معاناتهم التي حرمتهم فرحة العيد. وحول ما أحدثته الحرب في أفراح اليمنيين، يقول الموقع: قضت الحرب على ملامح الفرح في أوجه كثير من اليمنيين الذين احتلت الذكريات المأساوية قلوبهم وذاكرتهم، بالإضافة إلى الهموم الكثيرة التي حرمتهم الشعور بالسلام والاستقرار. موقع المشاهد نت بدوره علق حول الموضوع ذاته وعنوان: هكذا يستقبل اليمنيون عيد الفطر. وعن المدينة المحاصرة تستبعد أشواق الشميري، وهي وكيلة مدرسة حكومية في مدينة تعز، مشاهدة أي مظاهر للاحتفال بالعيد في تعز، خصوصا في ظل غياب الأمن وانقطاع الرواتب الحكومية التي كانت طوق نجاة لآلاف الأسر. وعن العاصمة صنعاء يقول الموقع: بالرغم من ازدحام بعض شوارع العاصمة اليمنية صنعاء قبيل حلول عيد الفطر المبارك، إلا أن أحد المواطنين يعتقد أنه لا علاقة لذلك باستعداد اليمنيين للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية. مضيفا: تمكنت فقط من شراء ثياب العيد لثلاثة من أطفالي الستة، سنكتفي يوم العيد بزيارة بعض الأقارب والأصدقاء. ويتابع الموقع: لا تقتصر المعاناة على اليمنيين داخل البلاد فحسب، بل طالت أيضا عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون ظروفا صعبة في بلدان الشتات. الحديدة وآفاق الحل في اليمن، عنوان تحليلي إخباري كتبه محمد جميح في صحيفة القدس العربي، وقال في أجزاء منه: مراقبون يتوقعون أن ما حدث من تغييرات في منطقة الخليج والسعودية تحديداً لن يكون في صالح الحل في اليمن، إذ يمكن أن تصاب الأوضاع بحالة من الركود لفترة قبل أن يعود اليمن إلى واجهة الأحداث، وهو ما ينذر بدخول البلاد مرحلة الحرب المنسية التي تكون خسائرها كبيرة، غير أنها تحدث بعيداً عن عدسات الكاميرا وضجيج الإعلام. هذا وضع لا يريده اليمنيون الذين ينشدون حلاً للحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين، والذين يعانون من تفشي بعض الأوبئة مع شبه انهيار للمنظومات الصحية والاقتصادية، وهو ما سيحتم عودة البلاد إلى الاهتمام مرة أخرى، إن بتحريك الحل السياسي أو بمحاولات لإحراز تقدم عسكري ما بانتزاع الحديدة لإرغام معسكر الحوثيين صالح على التجاوب مع القرارات الدولية ذات الصلة. وفي كل الاحتمالات، فإن مدينة الحديدة وميناءها يعدان في صدارة هذا الحل بشقيه السياسي والعسكري، لما لها من أهمية استراتيجية على كافة المستويات في البلاد. فالاتفاق على تسليمها لقوات يمنية محايدة يعني أنها ستكون مدخل الحل السياسي الذي إذا تعثر فربما يستمر الحل العسكري الذي يخطط له أن يكون أيضا من الحديدة بانتزاعها من يد الإنقلابيين رغم كلفة هذا الحل. إلى موقع عدن الغد، والذي عنون في صفحته الرئيسية: ذمار تنتج أول فيديو كليب عيدي في تاريخها. وقال الموقع إن شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإنتاج الإعلامي
أنتجت فيديو كليب عيدي ليكون أول تجربة يحققها أبناء محافظة دمار في هذا المجال بإمكانيات بسيطة ومشاركة عدد من مبدعي المحافظة في مقدمتهم المنشد حميد حيدر. أضاف الموقع الأغنية العيدية من كلمات الشاعر محمد الدفيني وألحان الموسيقار خالد المغربي، فيما وزعها الموسيقي طه المرادي، وتم تصوير الأغنية في دمار أواخر شهر رمضان الكريم. ويتابع الموقع صور الأغنية علي المحنش وأمين الأصوع وإخراج علي المحنش. دعا اتحاد الأداء الأدباء والكتاب فرع عدن كل منظمات المجتمع المدني وكل رموز عدن الإبداعية ورجالها إلى الوقوف ضد أعمال السلب والنهب التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية والمجتمعية في عدن، ومن بينها مقر اتحاد الأدباء والكتاب بخور مكسر. وبحسب شهود عيان وردت أحاديث في موقع عدن تايم، فإن أحد النافذين اقتحم المقر مساء أمس وشرع في البناء فيه. ويضيف الموقع: تعالت أصوات العديد من المبدعين من خلال كتابة المنشورات على صفحاتهم في الفيسبوك عقب نشر نداء الاتحاد، وطالبوا المحافظ عبد العزيز المفلحي بسرعة التحرك وتدخل لوقف أعمال البسط في مقر الاتحاد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المقر. وكان رئيس الاتحاد أو رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مبارك سالمين قد وجه خلال الأيام القليلة الماضية نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإنقاذ مبنى الاتحاد بالعاصمة المؤقتة عدن الذي طالته يد التخريب والعبث وبات برتعا للحيوانات الضالة. عيد سعيد يا يمن. تحت هذا العنوان كتب فيصل علي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء منه: عيد يمر وأمتنا اليمنية تعاني من تخاذل المواقف وتشتت القوى وضياع الرأي. عزاؤنا الأكيد بأن هويتنا باقية ويمننا باق منذ آلاف السنين. مرت دول وذهبت دول وانقرضت الإمبراطوريات وتلاشت الأسماء وتوزعت الجغرافيا، واليمن باق للأبد خالد كخلود المجموعة الشمسية والكون والأزل. كم مرت من الدويلات في المنطقة على الخارطة وانمحت من ذات الخارطة، وبقيت اليمن بإنسانها وحضارتها الممتدة في أعماق التاريخ. عيدنا هو في إيماننا الراسخ باليمن أرضاً وإنساناً، كجبال اليمن من شهارة إلى حفاش، ومن جبل النبي شعيب إلى صبر، ومن عيبان إلى شمسان، ومن التعكر إلى مناخة. وبرغم المحن نستطيع أن نؤكد ونقول أن ما تبقى من جغرافية اليمن كفيل بالنهوض وقيام دولة اليمنيين كلهم وعودة اليمن الكبير بحضوره وبشعبه وبتاريخه وبمستقبله وحضارته. الأحداث عابرة، واليمني الفلاح الأصيل والراعي المفعم بحب الجبل والسهل والوادي ما زال قادرا على البقاء فيها برغم كل الظروف. اليمني المهاجر في أصقاع الأرض ما زال محافظا على اليمن في جنبيه، ولم يتنكر لها رغم حركات التجريف العنصرية التي تعرضت لها البلاد منذ ما يزيد عن 1000 عام. ما هي الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على صرواح؟ يتساءل موقع سبتمبر نت في تقرير خاص منتقلا للحديث عن منطقة تعد بوابة صرواح. ويقول الموقع إن منطقة المخدرة هي أقوى جبهات الانقلابيين في مأرب بعد صرواح، وهي منطقة جبلية مرتفعة تقع شمال غرب محافظة مأرب، تتبع إداريا مديرية صرواح، تبلغ مساحتها 50 كيلومتر مربع، وتسيطر على خط الإسفلت الممتد من مأرب إلى صنعاء من الناحية الشرقية لها، وخط الإسفلت الممتد من مفرق هيلان إلى مبنى حشيش صنعاء. ويضيف الموقع: كانت المخدرة منطقة إسناد رئيسية لجبهات الانقلابيين في جبل هيلان، وتمثل حماية لجبل هيلان من جهة الغرب، وهي بوابة صرواح من جهة الشمال. ويتابع الموقع: مثلت المخدرة مع وادي الضيق خلال الفترة الماضية مركزا تدريبيا لمئات العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الانقلابية التي يتم استجلابها من المحافظات الأخرى. ويؤكد الموقع أنه تم تطهير المخدرة بالكامل من الميليشيا خلال معارك استمرت 2 يوم سقط خلالها عشرات الانقلابيين بين قتلى وجرحى وأسرى، فيما كانت خسائر الجيش الوطني محدودة.
وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أصعب خبر أسمعه منذ أيام هو قدوم العيد. يقول جمال موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء التي استقبل فيها الموظفون الحكوميين عيد الفطر المبارك بدون مرتباتهم، وتتابع صحيفة العرب الجديد. تعكس الأزمة الانقسام الحاصل في البلاد، إذ أن الوضع في المحافظات الجنوبية ومناطق سيطرة الشرعية أخف وطأة مع دفع الحكومة الشرعية المرتبات في المناطق الواقعة خارج سيطرة الانقلابيين. ويعد اليوم ثالث عيد من أيام الفطر التي استقبلها اليمنيون في زمن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، حيث تدهورت حياة ملايين المواطنين إلى حد ظهور شبح المجاعة، في حين أن ما يقارب من 80% من المواطنين بحاجة إلى نوع من المساعدات وفقا لتقارير الأمم المتحدة، مع الحصار الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين فيما تعاني المناطق الأخرى من هشاشة حضور الدولة. ويضيف جمال موظف حكومي للعرب الجديد: لا يخفى على أحد أن الجميع يعاني بسبب آثار الحرب، لكن بالنسبة لنا كموظفين حكوميين هذا هو العيد الأول الذي نستقبله بلا مرتبات، وهذا يعني الكثير جدا، وأن العيد بالنسبة لنا بمناسبة وأن العيد بالنسبة لنا مناسبة محرجة تثير الأوجاع. ترامب يهني المسلمين بعيد الفطر ويرفض تقليدا سنويا للبيت الأبيض بالاحتفال به، هذا ما عنونت به هاف بوست، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحياته الحارة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر، وفي وقت رفضت فيه إدارته الاحتفال بهذا العيد مخالفة بذلك تقليدا سنويا دابت عليه معظم الإدارات خلال العقدين الماضيين. وقال ترامب في بيان: باسم الشعب الأمريكي وباسم ميلانا زوجته، وإننا نرسل تحياتنا الحارة إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر. وأضاف الرئيس الأمريكي: خلال هذا العيد نتذكر أهمية الرحمة والعطف والإحسان مع المسلمين في سائر أنحاء العالم، وتجدد الولايات المتحدة التزامها باحترام هذه القيم. وفي عام 1996 بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تقليدا استضافة حفل استقبال لمناسبة عيد الفطر، لكن وزير الخارجية الأمريكي الحالي ريكس تيرسون رفض طلبا تقدمت به إدارة الشؤون الدينية والدولية في وزارته لتنظيم حفل بمناسبة عيد الفطر. لكل قرن فيما يبدو عصره الخاص به، فقد أطلق على عصر النهضة من منظور فلسفي اسم عصر المغامرة، وجاء عصر المنطق في القرن 17 تلاه عصر التنوير، وكان القرنان 19 والعشرون عصري الإيديولوجيات والتحليلات على التوالي. أما القرن 21 فأستطيع أن أجزم أنه عصر التعقيد. هكذا بدأ الأستاذ المساعد بجامعة سانغهوا في بكين أندرو شينغ مقاله الذي أعيد نشره في صحيفة الغد مضيفا: يحتاج العالم إلى وجهات نظر أكثر شمولية تقبل التعددية والتنوع من حيث الجغرافيا والتقاليد ونماذج الإدارة الرشيدة، وتعكس تعقيدات الاتجاهات العالمية الحالية وتعززها. ويجب أن يقر هذا النهج ليس فقط لحاجة الدول إلى العمل جنبا إلى جنب لتشكيل العالم، وإنما أيضا بحدود قدراتنا على تشكيله. لقد تصرفت البشرية لفترة طويلة في إطار نموذج الحتمية، فنحن نعتقد أن بإمكاننا التنبؤ بالنتائج والتلاعب بها، بيد أننا لم نكتشف أي قوانين أو معادلات طبيعية تفسر كيف تطورت الحياة لتصبح على وضعها الحالي، ناهيك عن التنبؤ بكيفية تطورها في المستقبل. لقد بلغت الحتمية منتهاها، ويجب أن يحل محلها نموذج يكون الشك فيه مقبولا بوصفه حقيقة لا يمكن التقليل من شأنها في الحياة. في العلوم الطبيعية يحدث هذا بالفعل، حيث قبلت نظريات ميكانيكا الكم والنسبية العامة والشك بوصفها طريق المضي قدما في الفيزياء والرياضيات،
أما في العلوم الاجتماعية من الاقتصاد إلى السياسة فلم يحدث هذا الانتقال بعد، وما يزال الاقتصاد يسير في مسار خطي على نطاق واسع مسترشدا بالإطار الحتمي لنيوتن في القرن 18، ولكن النظريات الآلية لا يمكنها أن تتعامل مع النظم الحية والمعقدة والكمية غالبا. وبالمثل في السياسة نستمر في صراعاتنا حتى نصل إلى حلول منهجية، لا سيما أننا لا نستطيع في الغالب الاتفاق بشأن طبيعة المشكلة المعقدة التي نواجهها. ويعكس هذا التصرف جزئيا الطبيعة العالمية للتحديات الحالية وتنوع وجهات النظر التي يجب التوفيق فيما بينها. والأكثر أهمية من ذلك يعكس حقيقة أن البشر ليسوا عقلاء طوال الوقت، وهي حقيقة سيسعى اقتصاد عصر التعقيد الجديد إلى بذل المزيد من الجهد للاعتراف بها. على نطاق أوسع يجب أن تقدر النظرة العالمية تجاه التعقيد الجديد أن السلوك الإنساني ينبثق من كل شيء، بدءا من السياسة والاقتصاد وحتى الزراعة وعلم النفس وحتى من التكنولوجيا ذاتها. وفي أخبار شبكة البي بي سي الأكثر قراءة عنونت: العمالة غير القانونية في السعودية ل35,000 عامل أثيوبي يغادرون المملكة. وأعلنت أثيوبيا أن أقل من 10% من إجمالي مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية في السعودية قد عادوا إلى بلادهم ضمن حملة وطن بلا مخالف التي أطلقتها المملكة وتنتهي مهلة 90 يوم، والتي حددتها السلطات السعودية للعمال والمقيمين غير القانونيين لمغادرة البلاد. وقال وزير الإعلام الأثيوبي نيجري ليهونشو إن 35,000 فقط ممن يقدر بنحو 500,000 أثيوبي يقيمون في السعودية بطريقة غير قانونية قد عادوا للبلاد. وقال الوزير الأثيوبي إن سلطات بلاده ستساعد في عودة نحو 85,000 شخص حصلوا على تأشيرة مغادرة للمملكة، وذلك عبر وسائل نقل مختلفة من بينها النقل البحري والجوي والسكك الحديدية عبر جيبوتي والسودان. وتتابع البي بي سي: يعيش نحو 750,000 أثيوبي في السعودية هربا من الفقر في بلادهم، وغالبا ما يخضعون أو يخوضون رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى هناك. صحيفة القدس العربي وفي صفحتها الأخيرة تعنون: فيروز في أول ظهور لها بعد غياب طويل. نشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية فيروز برومو لأغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان لمين، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيل زوجها عاصي الرحباني والتي توافق 22 يونيو. وقالت الصحيفة: فيروز فاجأت جمهورها بأناقتها في الفيديو، حيث احتفظت بقدر كبير من جمالها رغم تقدمها في السن ورغم طول غيابها، إلا أن ملامحها لم تتغير كثيرا بشكل أثار دهشة جمهورها وإعجابهم بها وبقوة صوتها. وكانت مصادر فنية قد ذكرت مؤخرا أن الفنانة فيروز تستعد للعودة للحفلات الفنية من جديد، وأنه من المقرر أن تقدم حفلا غنائيا في القاهرة بعد غياب 28 عاما عنها، ولكنها لم تحدد ميعاد ومكان الحفل. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم من مجموعة نشرتها صحيفة الديلي تلغراف لعدد من الصور لبعض المناطق في مختلف أنحاء العالم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير.